كتير بتتفائل بعم حارس، يعني في لعيبه مثلا بتحب ان هي تتكلم معاه قبل الماتش، واحنا في الاوتوبيس مثلا حد بيتكلم معاه بيقعد جنبه مثلا على الكرسي بيبدا يقول له مثلا هنعمل ايه النهارده، توقعاتك للماتش ايه. في لعيبه طبعا بتتفائل ان هو بيختار لهم الجزم اللي هيلعب بيها الماتش، يعني انا اعرف مثلا مؤمن زكريا كان كل ماتش مثلا يجيب جزمتين يحطهم قدامه ويقول له عم حارس اختار لي واحده النهارده يعني، فيمسك واحده ويقول له دي خلاص هتجيب جون النهارده.